مرحبا وسهلا فيكم اعزائي المشاهدين من جديد. على ما قلت يا ناصر الجو صافي، بس شراك الكورنيش ما له حل. روعه يبينا عقب البرنامج يبيله كراك على الكورنيش واللي وراه خط الشمال يقبض الخط. ذكرتك الخط. الله يحفظك. اعزائي المشاهدين، نظمت كليه طب وايل كورنيل في قطر بالتعاون مع مؤسسه قطر واكاديميه نيويورك للعلوم مؤتمرا حول العلوم العصبيه السريريه، نتابعها في هذا التقرير. افتتحت في الدوحة أعمال مؤتمر قطر للعلوم العصبية السريرية الذي تنظمه مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وكلية طب وايل كورنيل في قطر وأكاديمية نيويورك للعلوم بمشاركة حشد من الخبراء والعلماء والأطباء البارزين والمعروفين عالميا في مجال العلوم العصبية. وجرى التنويه بأهمية المؤتمر الذي يؤكد المكانة المرموقة التي تحظى بها قطر في الأروقة العلمية والأكاديمية الدولية. يذكر أن العلوم العصبية تشمل نطاقاً عريضاً من الاضطرابات أبرزها الاكتئاب والفصام والقلق، فضلاً عن الإصابات الدماغية الرضية. انطلقت فعاليات منتدى الفن العالمي بدورته الثامنة في مركز كتارا للفنون. نعم، استضيف المنتدى نخبة من الفنانين والمفكرين للبحث في مجالات الفن والسينما والعمارة والأدب والفكر. أطلقت هيئة متاحف قطر فعالية منتدى الفن العالمي، المعرض الفني الرائد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا في نسخته الثامنة، وذلك بالتعاون مع أرت دبي ومبادرة الأعوام الثقافية بهيئة المتاحف. اليوم النقاش راح يتكلم عن أحد معالم مدينة الدوحة اللي هو فندق شيراتون الدوحة، وهذا المنتدى راح يثري نوعا ما بالتواصل مع كوكبة من المهتمين في الفن. وتنطلق فعاليات النسخة الثامنة من منتدى الفن العالمي على مرحلتين، الأولى من العاصمة القطرية الدوحة في مركز كتارا للفن، وتستكمل المرحلة الثانية في دبي. الفنانين المحليين المجتهدين بالتواصل مع هذه الأحداث يعطيهم نوع من الإثراء، فأعتقد هذا الاحتكاك جدا مهم. يسعى المنتدى هذا العام من خلال العروض التقديمية والجلسات الحوارية إلى التعمق في أدبيات صياغة المسألة التاريخية والعودة عبر الزمن إلى التاريخ المعروف وغير المعروف من خلال رؤية المشاركين وتصويرهم للحظات التاريخية. بعد هذا التقرير مشاهدينا الكرام نكون وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا من برنامج ترحيب إلى لليوم. تعلق معي كلمة للليل. أما بكرة إن شاء الله تشوفون معنا. أعمال التطوير التي تشهدها منطقة روضة القديم في بني هاجر. بعد ترحيب أعزائي المشاهدين، ترقبوا على شاشة الريان إعادة البرنامج هل الفزع الساعة 8:30 وإعادة البرنامج الريس الساعة 10. والاقتراحاتكم واستفساراتكم يمكنكم متابعتنا أو المشاركة من خلال برنامج أو من خلال هاشتاج برنامج ترحيب اللي يظهر أسفل الشاشة، أو يمكنكم متابعتنا أيضا على الانستغرام الريان تي في. رحب باقتراحاتكم واستفساراتكم وفي أمان الله. مساء على خير.